اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مكرونه بشاميل بتكاتها وحركاتها، نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجه معايا دقيقه واحده، معايا معلقه سمنه عشان نعصج اللحم. تمام كده، نولع بس الاول عليها. وعندي هنا انا حطيت حله الميه عشان اسلق المكرونه. عندي مكرونه، عندي اللحمه المفرومه وعندي البصل. اول حاجه هعملها هنزل بالبصل على السمنه. حط بقى ايه حله الميه كده على النار. المكرونه اساسا البشاميل ما بتاخدش وقت، زي ما انا قلت لكم قبل كده انا بحب قوي حته فلفل مع البصل وانا بعمله وانا بضربه في الكبه، حتى في اللحم المعصجه بتفرق قوي قوي قوي. انا بحب البصل ما يبقاش ني، اديله بس كده تسخينه يدبل كده ونكمل. ادي البصل بتاعنا سخن مع السمنه والابل. هنزل بايه، حط ورقتين لوري. هنزل باللحم، دي يعني اقل من نص كيلو كده، نص كيلو خدت منه حته عملت بيه حاجه تانية، فهو نص كيلو الا حته كده. هعمل ايه؟ هحط ايه؟ هحط نص معلقه سبع بهارات، وهحط فلفل اسمر، وهحط ملح، وهحط واحده مرقة. انا بحب مرقه الخضار، يعني ما بحبش قوي مرقه اللحمه والفراخ وكده، بحب مرقه الخضار اكتر. نشوف بقى ايه، سيبها كده بس لازم نفتتها، سيبها شويه كده على النار نرجع نكمل. المية غليت، حط المكرونة. بسم الله، متحطش زيت، مش محتاجة زيت يعني على المكرونة، هو أهم حاجة بس إيه الملح علشان المكرونة تبقى حلوة. أنا هاخد كيس ونص بس كده، سيبها تستوي. وآدي بس عايزة أوريكم، آدي اللحمة بتاعتنا. انا طبعا ايه اما بحط اللحمه بعلي النار، ليه؟ عشان انا ما بحبش تنزل ميه. اهي شوحت كويس قوي قوي مع البصله. هعمل ايه بقى؟ هنزل دي طماطمايه مقطعاها حتت صغيره، هنزل بيها، حاطه ملح وحاطه بهارات وحاطه كل حاجه. هاخد معلقه صلصه، صلصه هي صلصه هاينز دي تعتبر يعني احسن صلصه، لكن انا بحب الصلصه نفسها مش الطماطم اللي احنا بنعملها صلصه، بتفرق قوي في الطعم. هاخد معلقه، هاخد كمان بس شويه بس كده، بس كده. اعمل ايه بقى؟ طبعا طعم الصلصة لازم نحط ايه، نجيب بس السكر. بصوا سنة سكر، سنة صغيرة ليه؟ علشان خاطر احنا حطينا صلصة، عشان الحموضة، عشان خاطر نروح نازلين كوباية مية مغلية، لازم ميه مغليه على اللحمه، احنا اتفقنا على كده ماشي. طبعا انا ايه بقى اكتر حاجه بتضايقني البوتاجاز يقع عليه حاجه، فانا هحطها على نار واطيه وامسح البوتاجاز عشان ده بيضايقني. بس كده هسيبها بقى ايه على المكرونه دي ما تستوي، واعمل البشاميل تكون هي كده ايه العصير بتاعنا خلص.
حبايبي الحلة حطيتها على النار، حطيت فيها شوية زيت. نعمل ايه؟ البشاميل. البشاميل مهم تحطه زيت، مهم قوي. حطيت ايه؟ معلقة كبيرة من السمنة، نسخنه مع بعض، بعدين ننزل بالدقيق. طبعا احنا هنا مشغلين ايه؟ مشغلين اللحمة العصير بتاعتنا اهيت على النار، حاطين المكرونة. بقول لكم هي المكرونة بشاميل ما بتاخدش وقت، في ناس بتستصعبها وتقول بتاخد، لا ما بتاخدش وقت ابدا. نجيب الدقيق، هنزل 3 معالق كبار دقيق. تمام كده بحب الدقيق، يعني اسيبه شويه علشان طعم الدقيق ما يبانش في البشاميل. لما تحمر الدقيق ما يبانش طعمه في البشاميل. تمام كده. تمام، هعمل ايه؟ هننزل، انا عندي نص كيلو لبن في كوبايه منهم. انا بس عشان انا حطيت كمان معلقه دقيق، انا قلت لكم حطيت 3 بس انا لقيت ان الصينيه هتبقى عايزه بشاميل اكتر، حطيت معلقه، يعني حطيت 4 معالق كبار كبار كبار. يعني بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا ما بحبش اعمل البشاميل كله باللبن. ليه؟ انا بحس انه تقيل قوي 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 باللبن، يعني لما بحط اللبن كله باللبن بحس ان المكرونه تقيله جدا. فانا بعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي انا بعمل ايه. ارجعها كده احطها. بصوا بقى، انا دلوقتي حطيت اللبن خلاص. الاول هجيب واحده مرقه، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. لو انت عندك شوربه لحمه استعمليها تبقى حلوه جدا، يعني حطي اللبن وتكملي بشوربه اللحمه. طب ما عندناش شوربه لحمه، بعمل ايه؟ بحط واحده مرقه وبزوده ميه عادي جدا، ميه مغليه عادي جدا. تحطي واحده مرقه وشويه، ولا هتحسي انه خفيف، ولا هتحسي ان هو مش مديكي طعم الدسامه. لا 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 لا، هيديكي طعم حلو جدا على ضمانتي. اعملي وانت هتحكمي، حطي بس واحده مرقه لو ما فيش شوربه. انا لو كان عندي شوربه لحمه كنت حطيت شوربه لحمه، لكن انا ما عنديش شوربه لحمه، حطيت واحده مرقه وزودت بالميه، وهيديني النتيجه اللي انا عايزاها بالظبط. جربي وانت عشان تعرفي انا كلامي صادق ولا لا، لازم تجربي. حط كده على المكرونه، حمرت عليها 2 دقيقة، هتاخد بقيه سواها في الميه. طب هتحط ايه بقى؟ بصوا بقى، تحطوا 2 من الجبنه النستو، هيدوكوا طعم يا جماعه بجد، حاجه كده وهم. جربوا كده وحطوا 2 جبنه نستو عليها، بجد بجد هيديكوا طعم جميل جدا 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 جدا، وهيديكي طعم الدسامة وطعم كريمي كده حلو قوي. طب هنحط ايه تاني؟ هنحط فلفل اسمر، هحط الملح اللي انا عايزاه على حسب طبعا ما انتي حابه. انا مقلله عشان انا ما حطيتش ملح كتير عشان المرقه، وعشان هحط جبنه رومي. شوية 7 بهارات، حلو كده. وعندي هنا بصوا بشرة جوزة الطيب، مهم قوي بشرة جوزة الطيب دي اهي. حلو كده، حلو كده يا ام امير، وزي الفل ان شاء الله. نقلب بس العصير بتاعنا. بصوا على ما المكرونة استوت، على ما البتاع هتكون هي خلاص، هي فاضل لها شوية. هوطي بس عليها، اصفي المكرونه وارجع لكم. انا صفيت المكرونه ورجعت تاني، حطيتش عليها اي حاجه، انا سبتها بس على ما فضيت صفيت المكرونه هتبتدي تغلي كويس. انا عايزاها كده صفر، ولا تخينه ولا خفيفه اهي. هحط ايه بقى كمان تديني طعم كده حلو؟ احط معلقه قشطه. معلقة قشطة
فيها طعم حلو قوي قوي قوي. هتقولي لي يا ابو عمير طب انت يعني ما حطيتيش سمنه وحطيتي قشطه وحطيتي بتديني دسامه، بس مش زي لما تعملي كله باللبن بتديني طعم حلو، لكن ما بتدينيش الدسامه انك لو عملتي كله باللبن. باللبن دي المكرونه تحسي انها تقيله، بس هي تغلي معانا وحلوه قوي قوي. انا بس عايزه اوريكم بالمعلقه، عايزه اوريكم بالمعلقه السمكه. بصوا اهي اهي، بصوا كريمه كريمه. بس خلصنا كده البشاميل بتاعنا، نطفي عليه نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي ادي المكرونه، حطيتها ايه بعد ما صفيتها رجعتها تاني في الحله. نشوف هنعمل ايه، هناخد منها شويه بشاميل من هنا واقلبها فيها. فيها بشاميل، ما تجيش وانت بتقطعيها او بتطلعيها تلاقي ايه مكرونه كده. اعمل بس بالمعلقه احسن. حلو كده. طيب هنعمل ايه في اللحمه المفرومه اللي عندنا؟ انا هنزلها كلها على دي. ليه؟ انا ما بحبش احط طبقه وبعدين اللحمه المفرومه وبعدين طبق. يمكن لما بيبقى عندي ضيوف بعمل كده عشان الشكل، لكن في العادي انا بحب قوي احط اللحمه المفرومه عليها كلها عشان خاطر كل حته اطلعها يبقى فيها لحمه مفرومه، ما يبقاش في جزء ما فيهوش لحمه مفرومه. لكن لما بيبقى عندي ضيوف بيبقى بس عشان الشكل اهو كده، بتبقى كلها فيها لحمه مفرومه. لكن انت لو ما بتحطي اللحمه المفرومه في النص بتيجي تطلعي تلاقي الجنب ما فيهوش لحمه مفرومه، تلاقي المكرونه فيه بيضه كده. لكن كده تبقى كلها مسقيه باللحمه المفرومه اهو. كل واحد ليه طريقه طبعا، لكن انا بقول لكم على طريقتي اللي انا بعمل بيها. هعمل ايه؟ هجيب هنا الصينيه دي، ده بشاميل طبعا اللي فيها مكان المعلقه، هنزل بنصها. انا شلت الورق اللوري بس فاضل واحده لازم اشيلها. ماشي، افردها كده والباقي اقلبه تاني كويس عشان بيبقى فيه تحت فتقلبش كويس بيبقى ابيض. واروح نازله بسم الله الرحمن الرحيم بالباقي. بس كده ادي هنعمل ايه بقى في البشاميل. اقول لكم احنا طبعا حطينا عليها كلها بشاميل، بس انا عايزه برضو انزل تحت على اللي تحت. فهعمل ايه؟ اجيب بس كده هنا، بصوا هعمل كده كده اهوت، واعمل ايه؟ اعمل كده بالمعلقه كده عشان كله ينزل تحت، كله يبقى فيه بشاميل. كمان شويه احنا بنحب البشاميل بتاعها كتير. في ناس ما تحبش البشاميل بتاعها كتير عشان كده ممكن تقطعها قطع، لكن عيالي بيحبوها البشاميل كتير وبيحبوا اللحمه المفرومه تكون فيها كلها. لكن انا قلت لما بيبقى عندي ضيوف بعملها نص ونص. خلاص كده هنعمل ايه؟ نروح نازله بقى بالبشاميل. بس كده بس ادي كده انا سويتها. احط بقى شويه قشطه كده من على الوش. عايزه تحطي مكانهم سمنه حطي، عايزه تحطي شويه زيت حطي. انا طبعا في ناس بتحط على وش البتاع بيض، ابدا ما بعملش كده، كل واحد برضو طريقته.
عايزه تحطي شويه زيت عشان يحمروا لك الوش حلو ماشي، عايزه تحطي شويه حته سمنه على الوش ماشي، لكن انا عندي القشطه موجوده فبحط حته قشطه اهوت. هعمل ايه كمان؟ طيب انا ما بحبش الجبنه الموتزاريلا عليها، الجبنه الموتزاريلا بس بتخليلها بتحمر وشها وبتعملها، لكن انا بحب الجبنه الرومي اهوت. احط جبنه رومي عليها، جبنه الرومي معاها طعمها احلى بكتير من الموتزاريلا، جربوها كده وانتوا هتشوفوا بتديها طعم. عشان كده انا قلت لكم ايه الملح انا بحط بحساب، عشان انا عارفه ان هحط جبنه رومي على وشها بس كده. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اه بس كده حلو. جبنه رومي دي بتديها طعم تحفه بصراحه. خلاص كده دخلها بقى الفرن، ولما نطلعها من الفرن ان شاء الله نوريها لكم. ادي المكرونه البشاميل بتاعتنا، ايه رايكم؟ الطعم زي الشكل، لو الشكل عجبكم يبقى الطعم ان شاء الله هيعجبكم. عايزه بس اقطع لكم، هي سخنه جدا انا لسه مطلعاها حالا، عايزه بس ايه بصوا هي سخنه، هي ما بتطلعش خرط، انا قلت لكم احنا بنحبها سخنه قوي وبنحبها اللهم صل على النبي بنحبها كده سايحه، ما بنحبهاش خرط ما بنحبهاش ناشفه. بصوا نجيب بس الطبق سايحه ونايحه يعني، بصوا جميله جدا 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 جدا. طبعا لو هنقدمها الناس بنسيبها تبرد شويه، لكن مش هنقدمها الناس، بنحبها كده سايحه ونحبها كده البشاميل بتاعها يبقى خفيف وتبقى بالشكل ده. ايه رايكم؟ ان شاء الله تعملوها بطريقتي وتعجبكم، وزي ما قلت لكم انا ما بحبش احط لها لبن كتير عشان بتبقى تقيله، الطريقه دي هتعجبكم قوي انا متاكده بشويه الحاجات اللي انا حطيتهم عليها وطريقتي، انا واثقه ان شاء الله هتعجبكم. لو عجبتكم تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت حد يقول لي فعلا لو حد عملها عجبته ولا لا، بس انا متاكده ان شاء الله هتعجبكم. يلا سيبتكم في امان الله، سلام عليكم.